الله يا شرنوبي، مساء الخير يا محمد، مساء الخير النجم محمد شرنوبي، مساء الخير. مساء الفل يا استاذه لميس، يا طارق على كل مشاهدينا، ومساء الفل على عيلتي الثانيه اللي قاعده معاك. ايوه انت كنت رائع يا محمد بجد، وحبيناك واتغاظنا منك وضايقتنا وحبيناك وكل الحاجات، كل المشاعر المختلطه مع بعض. قول لي رد فعل الناس كان ايه عن طارق؟ رد فعل الناس جميل وعظيم، وعلى قد الاجتهاد اللي احنا اجتهدناه، وعلى قد ما كنا حابين بعض، وعلى قد ما كنا عيله، وعلى قد ما شفنا رد فعل الحقيقه. الحمد لله. الحمد لله. شريف سلم بس على كل الناس اللي سلم عليهم. اللي معاكي استاذ عمرو، مساء الفل. مساء الفل حبيبي. مساء الفل استاذه ميمي حبيبتي، مساء الفل حبيبي. ازاي شريف؟ مساء الفل. الحمد لله. كلهم اتكلموا عليك كلام كتير، بس قول لي ايه اللي حبيته في طارق؟ كل حاجه الحقيقه حبيتها في طارق. طارق من اول السكريبت وهو شبه كل الشباب، شبه كل الشباب اللي مضغوطين وطالع عينيهم وبيحاولوا يعافروا وينحطوا في الصخره عشان يعملوا مستقبل، وعشان يعرفوا يتجوزوا، وعشان يعرفوا يبنوا حياه. طارق شبه كل الشباب، وده اللي حبيته في طارق، انه قريب قوي 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 من الناس. هو فعلا كان قريب من الناس. شريف انت حبيت يعني شرنوبي، انت وهو كان العلاقه بينكم الاضداد والخناق، لكن برضه كان في تويست الحب في الاخر. هو يقول عشان هو اللي على الهوا. قول لي يا شرنوبي، العلاقه بقى مع رمزي، يعني كان في علاقتين، كان في ثلاث علاقات الحقيقه اساسيه، مع خطيبتك، بس كمان كان في مع ابوك صلاح عبد الله، مع حسين، ومع رمزي. طبعا مع كلمني عن صلاح عبد الله الاول. ده حبيبي. ده بصي، انا بحمد ربنا ان انا اول مشاهد في المسلسل عملتها مع عم صلاح. عم صلاح حطني على التراك، قال لي روح يا ابني مثل باقي المسلسل واعمل شغلك صح. هو كان مساعدني قوي، وكان محسسني ان هو ابويا قوي. واخر مشهد عملته مع عم صلاح كان المشهد اللي هو بتاع الوفاه. فانا العلاقه من اولها لاخرها كنت حاسسها حقيقيه قوي، وما فيهاش اي نوع من انواع التمثيل خالص. من اول مشهد لاخر مشهد الحقيقه، وعم صلاح ساعدني في ده قوي. وبعد كده كان عندي بقى اللي هو انا مستني علاقتي برمزي، ومستني شغلي مع استاذ شريف، ومستني بقى اشوف هنعمل ايه مع بعض. والحقيقه كانت من امتع الحاجات اللي في الدنيا، لان احنا كنا على طول تلاقي شد وجذب، وانا بقول جمله فيقوم استاذ شريف رد عليا بجمله، فتلاقي في حاله كده لذيذه كانت ما بيني وما بين كل الناس اللي في المسلسل. وانا الحقيقه ان ايجار قديم كان مختلف جدا بالنسبه لي، وكنت حابه قوي، وكنت بجتهد له قوي، وكنت بتعب وبنصور بال 24 ساعه، وانا مش فارق معايا اي حاجه، وبجد سعيد ومبسوط ومش تعبان. اصعب مشهد كان عندك ايه يا شرنوبي؟ اصعب مشهد كان وفاه عم صلاح، وفاه حسين. وعايز اقول لك على حاجه برضه، انا عايز اشكر عمرو داري، لان هو ساعدني قوي انه كتب كل كلمه تخليني احس في المشهد ده بكل حاجه صح. وعايز اشكر بصي طارق استاذ طارق رفعت عمل حاجه صايعه جدا. ايه بقى؟ جدا. ايوه. هو نزل لي الاول الاوضه، قال لي بص احنا هنعمل كذا كذا كذا، وعايز واتفقنا على الابروتش بتاع المشهد وبتاع، وهنعمله ازاي، وهناخده منين لفين وبتاع. وفجاه طلعت ما دخلتش الاوضه. ها. انا طلعت جهزت نفسي في الطرقه، وفجاه دخلت عملت المشهد، مش عارف ايه اللي بيحصل جوه، ومش عارف الكاميرات انهي كاميرات اللي محطوطه، ومش عارف ايه اللي بيحصل. هو طلع عامل ايه بقى؟ هو طلع حاطط الكاميرتين الكلوز ابس اللي بتاخد التفاصيل الدقيقه والمهمه في المشهد يعني. ودخلت عملته مره واحده وخرجت، جالي انهيار عصبي معين كده قدام المونيتور، ما عرفتش ابطل عياط. واكتشفت ان انا خلصت المشهد. وجه طارق قال لي بص انت خلصت المشهد، فاضل بس اخد لك لونج، باي طاقه تعرف تعملها اعملها، بس انا خدت اللي انا عايزه. فعايز اشكرك يا طارق والله على الحركه اللذيذه دي، لانه انا اللي بشكرك على الاداء العظيم اللي عملته يا عم بقى. احنا
احنا على الهوا يا شرنوبي. اه يعني واضح يا شرنوبي ان كواليس المسلسل ده كان فيها قصص لازم تحكوها لي حتى بعد الهوا. بس بعد الهوا لازم تحكوها لي. يعني ده كان مشاغب شرنوبي، مشاغب اكتر واحد مشاغب اكتر. الهامه بتقول لك او اكتر واحد مشاغب، اكتر واحد مشاغب. بيلعب بيلعب طول الوقت وبيهزر، وساعات التصوير بيركز جدا جدا. اه بس هي المشكله الوحيده انه بيتقمص شخصيه المخرج طول الوقت، وطول ما هو ما بيصورش قاعد مكاني على المونيتور وبيشخط في الناس. بساعدك يا استاذ طارق. عيب كده يا شرنوبي، عيب كده تتقمص شخصيه المخرج، عيب عيب. عمل فيك ايه يا الهام؟ لا لا، كل يوم يجي يقول لي احنا عاملين، انا عامل دايت مش هاكل. طب اوكي ايوه، يكلم منا مديره اعماله، ايوه يا منا هنطلب بقى بسبوسه بالقشطه ولا كنافه بالقشطه. يا ابني انت مش عامل دايت، كل الكرو بياكل 24 وهو ساعه وهو ما بياكلش. يعني يحمسنا. كنت بس تعبت بعد كده يا استاذ لميس. احنا بشر. انا عارفه بس انا عارفاك واخد بالك من نفسك وبتوزهم على الرذيله. لا 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 لا. وكوميديان كوميديان بجد، احنا بقى بنقول حاجه بجد يعني صعبه، وبعدين الاقي شنو بيعمل ازاي. لا بس هو بيحب يغني، بيحب يغني يعني. هو هو تلاقيه ساكت كده بس يغني. يغني ها؟ يغني للحاجات انك تسمعي هنا شرنوبي ما بين المشاهد. بيغني وبيعمل حاله في الاستوديو في اللوكيشن، وبقالي شويه ما شفتكش يا حبيبي. اسمعي كل الحاجات القديمه الحلوه تسمع. هو صوته جميل يعني بشكل رهيب. قول يا شريف. انا من وجهه نظري محمد الشرنوبي اساسه ممثل بيعرف يغني. يا شيخ. ممثل بيعرف يغني. هو ممثل، هو مغني طبعا رائع، وصوته في صوت حنين كده جميل، صوته بيمس المشاعر. يعني لما غنى الاغنيه بتاعت محمد قنديل شفناها من شويه دلوقتي، امانه عليك، او قصدي بتاعت كريم محمود، امانه عليك، عملها بستايله هو ومقاماته اللي هو اللي احنا عارفينها بالحنيه، اللي هو شاطر قوي. بس هو اساسه ممثل، ممثل قوي وبيعرف يغني كويس. بيعرف يغني كويس. وخلي بالك ان لما شريف بيقول لك بتعرف تغني كويس، ده شريف منير يعني، مش هزار يعني. لا ممثل عظيم عظيم عظيم، وحنين وطيب وبيحترم الناس اللي حواليه، وطبعا عمال بيجري رايح جاي جوه اللوكيشن. معانا ولد عايزين نربطه مش عارفين. يا شرنوبي طاقة الشباب يا استاذ. طاقة الشباب. هو اصلا قصدك هو اصلا هم عواجيز. قصدك ان هم عواجيز. بلاش يا شرنوبي. ايوه ايوه ارجوكي. عارفه بين البريك بيعمل ايه؟ علينا احنا بقى بيلعب بلاي ستيشن. بين البريك بلاي ستيشن. انا قاعده في الاوضه اللي جنبه، يا حبيبي وطي التلفزيون تعالي العبي معانا. ما بيش بلاي ستيشن جوه اللوكيشن. مش ممكن هيقعد خمس دقايق من غير ما يعمل حاجه. مش ممكن. شرنوبي ميرسي، بشكرك. انت اسعدتنا في المسلسل بجد، واسعدت الناس. ربنا يخليكي يا حبيبتي. بشكرك وبشكر كل صناع العمل اللي موجودين معاكي، وبشكر كريم ابو ذكري اللي مش موجود معانا على الفرصه اللذيذه دي، وعلى المسلسل الحلو ده، وعلى التجميع الحلوه دي. وبشكر استاذ شريف على تعاونه وعلى لذاذته، وبشكر استاذ طارق وكل اللي قاعدين مع حضرتك. وبجد بحبكم جدا. شكرا. وبجد استمتعت جدا بالشغل معاكم. وشكرا يا استاذ. ميرسي يا محمد. ميرسي يا شرنوبي، النجم محمد الشرنوبي.